السلام عليكم. انا واحد سيده مغربيه، عندي 41 سنه، متزوجه بدون اطفال. الزوج ديالي كاين خارج المغرب، تنعيش بوحدي، تنسكن في بنقرير. البارح مع 8:30 سمعت الدقان في الدار عندي، فتحت الباب، اذا بيت تلقى واحد الشخص ساكن هنا حدايا عنده صوابق ديال السرقه وديال الكريساج وصوابق ديال الضرب والجرح، ويعني تيتشد في الحبس وتيخرج. ما عندي بهم حتى شي علاقه، هاد الناس ما عنديش بهم شي صحبه ولا شي حاجه. لقيت انا فاش حليت الباب لقيته دفعني، هو يشرق لي حوايجي، هو يقول لي واحد الكلمه خايبه، يعني غنتعرض انا للاغتصاب. انا خفت في هذيك اللحظه، شديته من كتفه دفعته وخرجت انا للزنقه. جيت تندق على جارتي، حلات لي الباب. هو في هذيك اللحظه انا فاش انا تندق على جارتي وحلات لي الباب، هو بقى جالس هنا في الدار، ما عرفتش اش كان تيدير. دخلت انايا عند جارتي، تبعني عند جارتي، تيجر فيا حوايجي راهم مقطعين، كلشي عامر دم، هرس ليهم الشرجم، تكرفس عليهم حتى هما باش خرجي من عندهم صحه. هاد الشيء وقع. انا في هذيك اللحظه تنعيط للبوليس، هو تينطر ليا في التليفون من ايدي، بغي يديه ليا حتى هو، ما خليتوش يدي ليا التليفون، تيجر فيا وبغي ينطر ليا حتى التليفون. البوليس من حسن الحظ هنا في بنقرير، تنعيطوا للبوليس تقريبا ما تيكملوش حتى 5 دقائق وتيكونوا، بعض المرات تيكون 3 دقائق وتيكونوا. كاينه الدوريه في اي بلاصه. جاوا البوليس، شاف البوليس هرب. لقيت فاش هرب في ديك اللحظه انا عيطت لبسي تاكسي، جاني بسي تاكسي خداني الدنيا بيرمانونس. في ديك اللحظه انا دم حوايجي مشرقين، مهم فاش انا غادي ندخل للدار نهز السوارت ونهز لاكارت ناسيونال ديالي، لقيت بان تهز لي واحد البسطام صغير دايره فيه اقل من 20 ريال. ما تليش عقلت بالضبط شحال انا خسرت، لانني عايشه بوحدي وفي كارت كيشي ديال كريدي دي ماروك. تهز لي البسطام فوق الطبله، مشيت انا ديك الساعه للبيرمانونس، تعاملوا معايا مزيان، استقبلوني، غسلوا لي وجهي، عطوني شربت الماء. هذوك الضباط كاملين اللي كانوا البارح الخميس كاملين تعاملوا معايا مزيان، وقفوا معايا، فتحوا لي محضر، ولكن قالوا لي ما نمشيش، قال لي ما نديوكش دابا حتى تيزقى في هذاك الصداع. المهم هذاك السيد نوض واحد الضجه هنايا وضرب واحد السيد حتى هو بموس. انا بقينا حنا تماك، البوليس قالوا لي ما تمشيش في حالك حتى تنجيو نديوك، خافوا عليا. بقيت انا عند البوليس تقريبا 3 الصباح، عاد جابوني لداري، بقاو واقفين معايا حتى تدخلت وقلبت داري اللي يكون فيها شي حاجه ولا شي، لانني كانت محلوله لقيتها فاش كان هو تيتجار معايا عند جارتي فهذيك الساعه. المهم انا تنطلب من وكيل جلاله الملك بنقرير ديال بنقرير والكوميسار ديال الامن ديال الوطني ديال بنقرير يوقفوا معايا. انا رانا بوحدي تنعيش بوحدي، ما معايا حتى شي حد، رجلي ما كاينش، وكل وقيته تنتعرض للهجوم. من البارح اليوم تنتعرض للهجوم بواحد الطريقه شنيعه، حتى انني ما نقدرش نفتح الباب. حتى الوقيته فاش جايين باغيين يصوروا معايا، عاد قلت لهم فاش تقربوا لي حدا الباب عيطوا لي باش نفتح لكم الباب. تنتعرض للهجوم، تيتخبط لي الباب ديالي، تيتفرح حتى درت فيه واحد الشقه. الله يعطيك الستر سعاده وكيل جلاله الملك بنقرير، وقف معايا. انا رانا بوحدي، ما عنديش صوابق ديال شي حاجه خايبه، ما عنديش داري ماشي مشبوهه، البوليس راهم عارفين كل شيء، ما عندي حتى شي علاقه لا بشبهه لا بصوابق، ما عندي حتى شي حاجه، ما نستاهلش انا هذا الشيء. انا مراه شريفه وجالسه في داري ومزوجه ومحصنه راسي، وهاد الناس اش بغاو عندي؟ دخل باغي يغتصبني هنا في داري وهز ليا الفلوس، شكون اللي مصيفطوا ليا؟ وقفوا معايا. انا رانا بوحدي، ما معايا لا حتى شي حد في عائلتي، وحتى راجلي ما كاينش معايا. وشكرا، الله يخليكم. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.